وينضم إلينا من المدخل الشمالي لمدينة البيرة مراسلنا ضياء حشية. ضياء، يبدو لي من الصورة من خلفك أن هناك حركة غير عادية من قبل الطلاب والمحتجين. قبل أن ترصد لنا الصورة، أريد أن أفهم منك حجم الغضب داخل هؤلاء الطلاب. نعم، حجم الغضب يسيطر على عامة الشعب الفلسطيني فعليا داليا، لكن الحركات الطلابية هي دائما تتحرك قبل الفصائل الفلسطينية بكثير وتسبقها في كل الفعاليات. هنا طلاب جامعة بيرزيت وصلوا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث يقع حاجز المدخل الشمالي لمدينة البيرة. هم وضعوا إطارات ووضعوا متاريس على الأرض يعني لمنع دخول قوات الجيش الإسرائيلي التي يعني بدأت تتقدم بصورة أو بأخرى باتجاه الشبان. يعني هناك استعداد لأي عمليات قمع قد يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. فعليا الطلاب وغيرهم أيضا من الفلسطينيين غضبوا ويعني عبروا عن استنكارهم واستيائهم الشديد لاستشهاد الأسير نصار طقاطق الذي استشهد في داخل سجون الاحتلال وداخل زنزانته على وجه التحديد. بيان نادي الأسير كان واضحا هذا اليوم بأنه أشار بأن هذا الأسير تعرض للتعذيب وأن هناك موافقة إسرائيلية على تشريح جثمان هذا الشهيد بحضور طبيب فلسطيني، لكن كل الأدلة التي قدمها نادي الأسير تؤكد بأن هذا الأسير لم يستشهد بنتيجة ظروف طبيعية، بل أن التعذيب وحالة التنكيل واستمرار فترة التحقيق وعدم زيارة المحامين أو أي مؤسسات حقوقية يعني يتساءل هنا ألف أو يوضع ألف علامة استفهام حول ظروف استشهاده. الفلسطينيون يحملون الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد هذا الأسير، بالإضافة إلى أن الحركة الأسيرة أعلنت عن خطوات، منها يوم أمس تم إعادة وجبات الطعام، تم الطرق على أبواب السجون لحالات الغضب، رفعوا التكبيرات، هناك طيب حالة استنفار أيضا تعيشها الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية. نعم، يبدو لنا من الصورة أنه الأمور ربما تتجه للتصعيد في الدقائق أو الساعات المقبلة، لأنه المسيرة تتجه أيضا لمستوطنة بيت إيل. قرب لنا المشهد أكثر ضياء، ما الذي يحدث؟ نعم، الذي يحدث أن هؤلاء الشبان في كل مرة يأتون إلى هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حساسة، هناك شارع رئيسي يمر منه المستوطنون باتجاه مستوطنة بيت إيل، وأيضا هناك مقر القيادة العسكرية المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية على بعد أمتار من هنا. الجيش الإسرائيلي غالبا ما يستنفر ويقوم بعمليات يعني استنفار كبيرة عند هذا الشارع وعند التلال. نلاحظ بأن الجيش الإسرائيلي استحكم عند هذا التل، وضع جنوده وانتشر بشكل كامل تحسبا أيضا لوصول الشبان من جهات أخرى. هؤلاء الشبان أحضروا الإطارات المركبات لإحراقها لحجب الرؤية أو حتى لإعاقة دخول سيارات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن الحال على ما هو عليه، هناك حالة من الترقب ربما يعني التجدد، أو ربما يعني قد يحدث أي تطورات في هذا المشهد، وربما قد يعني يتم قمع هؤلاء الشبان ومن ثم تفريقهم كما اعتدنا بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية، وربما قد يستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي كما يعني يحدث في كل مرة. لكن الأمور مرشحة للتصعيد عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. كانت فقط الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت دعت إلى هذه المسيرة احتجاجا على ما يحدث داخل الحركة الأسيرة وداخل السجون الإسرائيلية من استشهاد الأسير نصار طقاطقة، وأيضا الطفل الذي استشهد وهو يعني يبلغ من العمر 6 سنوات، استشهد على يد مستوطن في منطقة الخليل قام بدهسه ومن ثم لاذ بالفرار. سنبقى طبعا على تواصل معك ضياء في ضوء أي مستجدات. شكرا جزيلا ضياء حشية مراسلنا من المدخل الشمالي لمدينة البيرة.